إن أبواب الثقافة لا يمكن غلقها، والفن لغة لا تعرف التفرقة ولا المفاضلة ولا تؤمن بالحدود. لهذا أدعوكم إلى المبادرة والإبداع والعمل دائماً من أجل الثقافة الجزائرية في كل مكان وفي كل وقت. أحثكم على الدراسة لا لتحصيل الشهادة فحسب، بل للحصول على تكوين ومبررات معرفية لممارسة الفن وابتكار الأسلوب وتسجيل الحضور.